جامعة الدلتا تكنولوجيا قسم الإلكترونكس، والقسم ده بيتعامل أكتر في جامعة الدلتا تكنولوجيا، بيعمل على مركز السيارات والديزل والبنزين إلى السيارات الصغيرة، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات والضغط الجوي. العمل هنا فلوس كتيرة جدا، بتخلينا إن إحنا ناخد على الشغل، مش نسمع بس، بنشوف نفسك بإيدينا، دي حاجة جميلة جدا ومتطورة. أنا طالبة مرة لبني نفسي برنامج ميكس من جامعة الدلتا التكنولوجية، فيها هنا جامعة جميلة جدا، وأهم حاجة عندها إن هي نسبة العمل فيها كبيرة جدا بنسبة 60% ويمكن أكثر كمان. على طول اتدربنا إن إحنا نطلع بره ونشوف بعينينا أكثر ما نسمع، ودي حاجة حلوة جدا لسوق العمل بعد كده. جميل. أهم الأقسام في الجامعة الدلتا هنا، ومن أهم الأقسام هنا في الجامعة. طالب محمد شعلان عملي في قسم الإلكترونيكس الدورة الأولى. عامة هنتكلم عن الدولية، عن الدلتا، عامة الكلية بتوفر نفس الحاجة، وبتوفر لنا هاي فرص عمل بره وتدريب بره، وكل حاجة بنشوفها بعيننا وبنلبسها، وبتوفر لنا كل حاجة عامة يعني. الكلية خلتنا نفتح الدنيا أكتر، وخدنا اتجاه اللي هو العربيات البشرية الديزل والبنزين، حتى وصلنا للعربيات الكهرباء. يعني ان شاء الله في فتره من الزمن قليله جدا هنوصل للمرحله اللي احنا مش هيبقى فيها عربيات ولا اللي هي العوادم، هيبقى عربيات الكهرباء اللي هي حديثه. عامه كل حاجه هنا في الكليه متوفره لنا يعني.